شكل موضوع الثورة الجزائرية في بعضها الإفريقي محور ملتقى دولي حمل شعار الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد. الملتقى الذي نظم اليوم بالعاصمة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية يعد سانحة لاستحضار الذاكرة الإفريقية المشتركة وإبراز عمق الروابط التاريخية بين الجزائر وإفريقيا. وبالمناسبة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا أن ذاكرة إفريقيا لن تكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية، وهو عهد كل إفريقي حر وفي لشرفاء القارة. أبناء هذا الوطن أصدقاء القيم الإنسانية، تأتي فعاليات هذا الملتقى الدولي للخروج بتوصيات مشتركة تعزز أواصر التعاون بين الجزائر والقارة المضيافة، مكرسة عنوان الانتماء وتعالق الهوية المشتركة والهم الموحد بين دولها.